سالم الحبسي. شكرا لزميل سالم بن علي الحبسي. متواصلين ايها الاخوة ايها الاعزاء. ايضا ننوه للسادة المشاركين بان الانطلاقة ستكون في تمام الساعة الواحدة ظهرا، والبداية ستكون مع الاشواط الاولى والاشواط الرئيسية، الاشواط القوية، اشواط الكوس. انتم مدعوون الى مشاهدة الاشواط الاولى في هذا المساء. كما نذكر المشاركين وايضا المشاهدين الاعزاء بان التحضير سيكون في تمام الساعة 12:30 من مساء هذا اليوم. انطلق ايها الاخوة الاعزاء الشوط 15 على بركة الله، وجائزة هذا الشوط تويوتا كروزر بيك اب مقدمة من السيد محمد بن منصور آل سيف الخيارين، مشكورا على هذه المساهمة. وايضا يرافقكم في هذا الشوط الزميل محمد بن سحمي الهاجر. اشكر الزميل محمد بن بريك المري على هذا التواصل. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة التي تندفع وتنطلق نحو الناموس، نحو خط النهاية، بوابة المجد المرتقبة عند خط النهاية. إذا بسم الله بدأنا وعليه توكلنا، ومنه دائما طلب السداد والتيسير والنجاح. انطلاقتنا دائما مع مقدمة الشوط ومع من يسيطر على المركز الأول. مرحبا، مرحبا هو من يسيطر على مقدمة هذه الانطلاقة، ومرحبا بمرحبا. نعم، مرحبا هو على مقدمة الشوط عايد ملكيته لخليفة الغويص السويدي الذي يقدم لنا مرحبا بهذا الأداء الراقي على مقدمة الشوط. إذن في هذه اللحظات المشاركة كذلك والتسلل من يصلنا هنا عز الجيش. عز الجيش يتقدم في هذه اللحظات لوجب بن بندر العتيبي على مقدمة الشوط. في هذه اللحظات يغير على حساب مرحبا، إذن ينتقل عز الجيش إلى مقدمة الشوط مع وجب بن بندر العتيبي. إذن ثاني المراكز نرى من الجانب الأيمن هناك مرحبا لخليفة الغويص السويدي على ثاني المراكز. إذن نقلتنا إلى ثالث المراكز، ونرى في هذه اللحظات من يأتي على ثالث المراكز. نرى وصول من الأسد، الأسد متواجد في هذه اللحظات على ثالث المراكز عايد ملكيته لعلي بن عبيد بن عيد المنصوري الذي يقدم لنا الأسد بهذا الأداء الممتاز على ثالث المراكز. إذن هو هنا المثلث، مثلث الناموس بأقطابه الثلاث على ثلاثية المقدمة. إذن نقلتنا إلى رابع المراكز، رابع المراكز مستحيل، مستحيل متواجد على رابع المراكز وعايد ملكية مستحيل لعنزان بن محمد النعيمي على رابع المراكز. إذن خامس المراكز، خامس المراكز ليكتمل ندائنا للفايف ستار. هنا نرى على خامس المراكز صوغان متواجد على خامس المراكز عايد ملكيته لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على خامس المراكز. إذن اكتمل ندانا للخمس المراكز الأولى، الخمسة المندفعين نحو المجد، نحو السيارة المقدمة كذلك من محمد بن منصور آل سيف الخيارين، له الشكر على هذا الدعم. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، بعد نداء الخمس المراكز الأولى نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع عز الجيش. عز الجيش هو قائدا لهذه المسيرة هناك على مقدمة هذه الانطلاقة مع وجب بن بندر العتيبي الذي يقدم لنا عز الجيش بهذه الانطلاقة بهذا الاندفاع الكبير في مونديال حسب له الحساب وعد له العدة. إذن مشاهدينا الأعزاء لا زال عز الجيش، عز الجيش هو من يقود المسيرة، يقود التحديات على مقدمة هذه الانطلاقة. عز الجيش عايد ملكيته لوجب بن بندر العتيبي على مقدمة هذه الانطلاقة. نقلتنا إلى ثاني المراكز، نرى على ثاني المراكز هنا متواجد مرحبا، مرحبا متواجد على ثاني المراكز عايد ملكية مرحبا لخليفة الغويص السويدي على ثاني المراكز. إذن متواجد هنا مرحبا على ثاني المراكز، لا زال في ثاني المراكز، ولا زالت التحديات قائمة حتى هذه اللحظات. إذن الأسد ثالثا هنا على ثالث المراكز، الأسد لعلي بن عبيد بن عيد المنصور الذي يقدم لنا الأسد هنا على ثالث المراكز. رابع المراكز هناك من الجانب الأيمن نرى مستحيل لعنزان بن محمد النعيمي على رابع المراكز. خامس المراكز
نرى تواجد كذلك من صوغان. صوغان متواجد على خامس المراكز، لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على خامس المراكز. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نعود دائما بعد النداء إلى مقدمة هذا الانطلاق وهذا التحدي المثير وهذه الانطلاقة الشيقة مع 8 كيلومترات. هنا مسافة العمالقة، إذن العودة مع مقدمة الشوط، العودة مع التحديات المثيرة، ولكن الانفراد هناك مع مقدمة الشوط ومع عز الجيش. عز الجيش لا زال في مقدمة هذه الانطلاقة ولا زال متحملا المسؤولية. نعم، على مقدمة هذه الانطلاقة وجب بن بندر العتيبي الذي يقدم لنا عز الجيش بهذا الأداء المرموق على مقدمة هذه الانطلاقة وهذه التحديات المثيرة. نعم، لا زال عز الجيش على مقدمة الشوط، ولكن يصل في هذه اللحظات مرحبا ومرحبا بمرحبا، مرحبا يصل في هذه اللحظات على ثاني المراكز، ولكن الأسد يتجاوز إلى ثاني المراكز. هنا الأسد يتجاوز إلى ثاني المراكز لعلي بن عبيد بن عيد المنصوري الذي يقدم لنا الأسد. ينقض الأسد في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز، هنا متواجد على ثاني المراكز بهذا الأداء الممتاز، ولكن ثالثا هناك مرحبا، مرحبا على ثالث المراكز، عايد ملكية مرحبا خليفة الغويص السويدي على ثالث المراكز، أما رابع المراكز فيصلنا في هذه اللحظات صوغان لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على رابع المراكز. من الجانب الأيمن نرى كذلك التسلل من مستحيل، مستحيل مستحيل هناك من الجانب الأيمن. نعم، عنزان بن محمد النعيم الذي يقدم لنا مستحيل. نعم، هنا خمس مراكز تتبادل هنا على 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 مقدمة هذا الانطلاق ومقدمة التحدي المثير، ولا زال عز الجيش هو من يقود التحديات، يقود المسيرة هناك على مقدمة الشوط على مقدمة هذا الانطلاق الكبير والمثير. لا زال عز الجيش لوجب بن بندر العتيبي يقدم لنا عز الجيش. نعم، هنا على مقدمة هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير والمثير، يا سلام، ولكن الأسد قادم بكل قوة. هنا على ثاني المراكز الأسد، نعم، لعلي بن عبيد بن عيد المنصوري متواجد على ثاني المراكز. ومن الجانب الأيمن نرى مستحيل لعنزان بن محمد النعيمي، ولكن يصل في هذه اللحظات مرحبا يصل في هذه اللحظات خليفة الغويص السويدي يقدم لنا مرحبا على رابع المراكز. خامس المراكز صوغان متواجد لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، خمسة مراكز خمسة نجوم خمسة عمالقة. نعم، أسماء الرنانة في عالم التضمير، يا سلام. الأسد ينقض بسرعة الأسد هناك على مقدمة الانطلاق ومقدمة التحديات المثيرة. هناك الأسد على المقدمة، الأسد ينطلق يندفع يتوجه إلى الناموس. الأسد لعلي بن عبيد بن عيد المنصوري. من الجانب الأيمن نرى التسلل كذلك، عز الجيش لوجب بن بدر العتيبي، وبدأت المنافسة وبدأت التحديات. هناك نرى كذلك مرحبا يصل في هذه اللحظات هنا على ثاني المراكز. الله الله الله، يا سلام، بدأت الإثارة، بدأت القوة، بدأت المنافسة. وهنا مرحبا قادم بكل قوة خليفة الغويص السويدي الذي يقدم لنا مرحبا بهذا الأداء المرموق، هذا الأداء العملاق. الله، ثلاث مراكز متواجدين على مركز واحد، ثلاث مشاركين متواجدين على مركز واحد، ولكن الفارق هناك. من الجانب الأيمن نرى عز الجيش لوجب بن بندر العتيبي على مقدمة هذا الانطلاق. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لا زالت التحديات قائمة على هذا. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نرى في هذه اللحظات التقدم من مرحبا، ولكن الأسد انطلق بسرعة الأسد إلى مقدمة الشوط. الله 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 الله، الأسد انطلق إلى صيحات الجماهير عند خط النهاية. ها هو ينطلق يندفع يتوجه نحو الناموس. بدأت الانطلاقة وبدأت المنافسة، بدأت التحديات. الله
حلحيل حلحيل انطلق الى 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 المنافسة، انطلق الى مقدمة الشوط، انطلق الى التحديات، انطلق الى مركز ومرتبة الشرف هنا على مقدمة هذه الانطلاقة. الله الله، كيلو وين، كيلو وين ما تبقى على خط النهاية، كيلو وين ما تبقى على نهاية هذا المطاف وهذا التحدي الكبير. ولكن لكن لكن هنا الأسد، الأسد وعز الجيش، الأسد وعز الجيش، هنا الأسد متواجد كذلك على ثاني المراكز لعلي بن عبيد بن عيد المنصوري، وعز الجيش لوجب بن بندر العتيبي، ولا زال حلحيل في المقدمة، حلحيل لعزان بن محمد النعيمي على مقدمة هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. ومرحبا رابعا، مرحبا نعم مرحبا على رابع المراكز خليفة الغويص السويدي على على رابع المراكز، خامس المراكز يصلنا وأول إذاعة للقناص، القناص يصل في هذه اللحظات، حمد بن مريط بن سعد الهاجري ومع عملية التضمير مع محمد بن الحسن السوداني. ولكن جميل جميل وصل في هذه اللحظات، جميل لصالح بن حمد القمرة وسليم بن علي العويسي في عملية التضمير والمتابعة. الله 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 الله، ولكن شاهين، شاهين يندفع، شاهين ينطلق، شاهين يتوجه إلى الناموس. الله سهيل بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري يقدم لنا، يقدم لنا شاهين. ولكن حلحيل حلحيل حلحيل، الله الله الله، يا سلام، يا سلام يا سلام، تهاد من الزمول وانطلقت الى الناموس، انطلقوا الى التحديات المثيرة. الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو المنافسة، كيلو التحديات. حلحيل قائدا للمنافسة، حلحيل قائدا لهذه المنافسة العظيمة. حلحيل، الله الله يا حلحيل، الله يا حلحيل، حلحيل على المقدمة، عنزان بن محمد النعيمي يقدم لنا حلحيل. ولكن شاهين، شاهين سهيل بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري يقدم لنا شاهين. حلق في سماء الميدان، سمع صيحات نداء الجماهير فلبى واستجاب للنداء. هنا شاهين على المقدمة، حلحيل يحاول، حلحيل يحاول، ولكن شاهين كذلك لسيف بن راشد بن مشروم الكعبي هنا على ثالث المراكز. ولكن شاهين، شاهين 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 انطلق، شاهين توجه، شاهين اندفع نحو الناموس، اندفع نحو التحديات المثيرة، انفرد، انطلق، توجه الى الناموس، توجه الى هتافات الجماهير. الامتار الذهبية، الامتار الحاسمة، الامتار النهائية تحتضي بوصول شاهين الى خط النهاية معلنا الفوز والناموس. تهانينا والف مبروك دسهيل بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري على فوز شاهين في مقدمة هذا الشوط. تهانينا، تهانينا والف مبروك، تهانينا على حصول شاهين في المركز الاول. اما ثاني المراكز كان من نصيب حلحيل لعنزان بن محمد النعيمي، اما ثالث المراكز كان من نصيب الفهد العتيبه بن سالم الشامسي، اما رابع المراكز فكان من نصيب، رابع المراكز كان من نصيب شاهين لسيف بن راشد بن مشروم الكعبي، اما خامس المراكز فكان من نصيب، خامس المراكز كان من نصيب الفارس لمهدي بن فهيد بن خويران العرجاني. اذا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، عشنا لحظات من الاثاره، لحظات من القوه والمنافسة حتى الأمتار الأخيرة. ها هو شاهين كما ترونه أمامكم، نرى في هذه اللحظات لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. 13 دقيقة و24 ثانية و52 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك لسهيل بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري. إذن ثاني المراكز كان من نصيب حلحيل، 13 دقيقة و26 ثانية و22 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك لعنزان بن محمد النعيمي. أما ثالث المراكز نرى في هذه اللحظات وصول ثالث المراكز، 13 دقيقة 27 ثانية و74 جزءا من الثانية.